مستمعينا الكرام، تنرحب بكم مجددا في الجزء الثاني، الساعة الثانية من برنامج موزايك، وحلقة مميزة، حلقة نخصصها للفكاهة 100% وفكاهة في شمال المغرب. نص ساعة الأولى كنا مع حسن ومحسين اللي داروا البوز من خلال أول سكتش ديالهم الحوات اللي وصلوا أكثر من 1,000,000 مشاهد، هما معنا غادي يبقاو معنا. والتحق بنا نور الدين وجمال من مدينة طنجة، مرحبا بكم. مرحبا بنا عندكم، اهلا وسهلا. نهار كبير هذا سي منتصر، نهار كبير هذا، وانا فرحان انني نتلقى معكم خلال برنامج موزايك. حتى احنا فرحانين حق الله. باش نعرفك بانك فرحان؟ ما كتشوفنيش مبتسم والحلوى قدامي. هو فرحان بجوج الحاجات، لانه هنا وانه كل الحولي كامل كملوا البارح. البارح مع السته كان مسالي. كان مسالي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم. بغيت نذكروا المستمعين بانكم انتم يا عرفوكم المشاهد من خلال الكوميديا شو، وصلتوا للفينال في 2009 سعودية. نعم، وصلت ديال الكوميديا، ديال الكوميديا، الكوميديا. وصلنا للفينال ديال 2009. ومن بعد الفينال ما ديتوهاش؟ لا، ما ديناها في راسنا. لا لا، ديتوها في ضربت العريضة. لا، ضربت في العريضة ورجعت. رجعت لتطوان عند حسن ومحسن. تا سي حسن ومحسن تبارك الله عليهم. شفتوا الكليب ولا السكتش ديالهم؟ طبعا طبعا. دابا انتم يا طنجة وهما تطوانيين، دابا بحال نقولوا البارسا ومدريد، دابا انتم يا مني شفتوا سكتش ديالهم صراحة؟ الله يلا فرح. انا دابا تنصوروا ودابا مع المستمعين فرحنا. اشنو قلتوا؟ اولا قلنا جمال نور الدين. لعسك والله. هما يعني ربما جبتها شي في هذا، ربما هما باقيين جالسين معنا. ايوا هاد الساعه الا ما عصبتهمش هما باقيين جالسين. لا لا، ما يتعصبوش، هما معنا حتى الخمسه العشيه. راه من اول المدعمين ديال الثنائي، يعني بالنسبه لانني كان بعد ما كنتش كنعرف الثنائي، كنعرف محسن. محسن اللي كنت كنعرفو انه دمه خفيف، تلقينا في واحد الخدمه في مرتيل، وكنت كنشوف دمه خفيف وحاولت نشاركه معايا. قبلت انا قبل كوميديا، هادشي اللي كنقول لك. انا 2007. كيفاش شفتي دمه خفيف؟ دمه خفيف يعني هو كان خدام في بيتزيريا وانا كنت انيماتور تما، وكان كيجي عندي دابا فهمنا، كان مهلي يعني مهلي فيا. دابا كان مهلي شكر فيك تدوزك البيتزا. وهو خي منتصر الدليل واضح، حتى البيتزا ما عرفش يقولها بيتزيريا. هنا باش كيتاكد كيدخل غير من البانا. كمل هاي داك الخايب محسن تهلا فيه اصخي. كمل واحد النوبه مشينا كلينا بيتزا عامله في الخبز، قالوا ما كاينش شي كاميرا عامله لي فوق منها. المهم علينا، جرات هذه. المهم مع محسن يعني شفت انه كان خطير، كيقال جوج وصفر. الا قال لك جوج وصفر راني شان عطيتي ناسكو. بلاتي بلاتي جوج وصفر نيشان. يلا سي محسن جوج وصفر، اهلا ومرحبا بك، وحنا فرحانين اننا نلتقي معك مؤخرا. سمعنا بانك كنت عيان، قررتي انك تعطي اول تصريح لاذاعه ميدي ان. شنو تبغي تقول الاستاذ جورج واسوف؟ متشكرين على الالم والجراح. اول حاجه شكرا بزاف جمال ونور الدين، اخواتنا هادو تبارك الله عليهم. انا جمال كنعرفو هادي 6 سنين دابا، وشغلنا مع بعضنا وكان عندنا واحد الحب مع بعضنا. دابا صافي رجعت كنكرهك. رجعت فنان دابا. علاش خوك في الحرفه هذوك؟ لا بالعكس والله، الا راه كنت يعني كنعمل المستحيل انه باش يشاركوا في كوميديا كوميديا 2012. وهما يعني كان واحد فيهم يوم حسين واقيلا هو كان مريض باش ما كانش داز في كاستينغ. راه هما حتى هما من الزملاء ديالنا في كوميديا. علاش درتوا له كاستينغ ديال؟ لا، ديك النهار الكاستينغ كان حسين مريض، لان نورمالمون اتصل بيا جمال قال لي فين نتوما واش غتجي، قلت له غنجي. تبارك الله عليك، انت تقول لك طنجة وتطوان. لا لا لا، انا دخلت ندارو، انا كنعرف ولادو ودخلت ندارو. انا كنقول لك كياكل بزاف اخي، اش عادي ياكل؟ اسمح لي اخي، دقه كبيره بيناتنا. هذه القضيه ديال قال لك كتاكل بزاف، حيت جمال وحنا باقي اللي عندنا الديسير في الدار. قلت له ما فيها باس، نمشي نشوف الديسير. مشيت جبرتهم لصاق الديسير في الثلاجه في الباب. اش من ديسير عندكم يا جمال؟ ثلاجه خاويه. هو الثلاجه عنده مخصره، عرفتي عمرها بصبابط، عرفتي الناس مريو عندي. اذا غنقربوا للمستمعين من سكتش اللي ضيف موزايك جمال ونور الدين، وراجعين لكم معه. مشاو عند سي جواجه. يلا هذاك راه ضرب معاك ما كتضحك حبيبي. لا حول ولا قوه. اش كاين اخويا؟ اش نقول لك؟ دابا كيجيو لنا ميساجات بالشماليه. ايوا معنا حرج كيجيبوا لي هر. اه دابا تزبل في الشماليين. لا 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 لا، الشماليين على راسي وعيني. ونزيدك تزيزي الباترون ديالي شمالي، كيخلصني ويخلي لي يخلصني.
بلاتي بلاتي ياك نتوما الاخوان الشماليين ايوا اجيو فكوا لينا خويا هذا المشكل عندنا شي كلمات ما كنعرفوهمش قال لك هر هر مثلا اش كتقولوا نتوما البوله البومبيه البوله هي البومبيه البوله هي البومبيه والبومبيه اش كتقول عبيده الرما كنت تفهم يا صاح غير فهم البومبيه حنا كنقولوا البومبيروس هذه البومبيه اللي جا المطافي هما بومبيروس واخا وعندي دابا نجي نطفيك واخا عندي هنا عندي النبيره شنو هي النبيره النبيره هي الثلاجه علاش لا دايره ليا في جمله بغيت نفهم انا اللاطا تيتشارو من النبيره سهله ماشي غير تيتشارو حنا كنقولوا بيصار ثم كنقولوا البيصاره ايوا هذه باينه هذه حيت حنا عندنا الشده انتم عندكم فقر في الشده هاجي وعاد نعطيكم شويه ديال الشده دابا بيصار يعني لذيذه البيصاره مخلطه بالماء هادشي انتوما كتقولوا 4444 حنا لا 4444 اكيد مضاربه يلا هادي مضاربه ايوا زيد ايوا L'invité de Mosaïque. Jamal Nourdine ou Hassan ou Mohsin Bissakouis Tetei. Allah yatek sahasi. Najah ديال هاد لو ديو حنتوما تتمثلوا مدينة طنجة واش في نظركم لقى نجاح كبير حيت باللهجة الطنجاوية هضرتوا بالطنجاوية الناس حبوكم ولا من خلال شرحوا لي كيفاش واش غادي نقول لك هي غير باش هذا النجاح الا كان كيتعتبر نجاح فهو ماشي ما جاش صدفه فالثنائي جمال نور الدين راه بدا عام 1992 راه في كوكوت بينيت وما نطيبوشي راه وطبتو دابا لا دابا طايبين دابا المهم ياك ما طايبين نص غليا لا طايبين مزيان المهم غير دوزنا يعني ملي جات المناسبه ديال 2009 راه كان عندنا واحد مجموعه ديال الباجاج كان عندنا شويه ديال التجربه فالحمد لله يعني هما جوج يعني انه كان الحمد لله دي سكيتش ديالنا كان فيهم ما يتقال زائد ان اللهجه الشماليه كانت يعني غايبه على التلفازه ديالنا فجا ان كانت هي بمثابه واحد الحاجه جديده بالنسبه للمغاربه كاملين سورتو حنا كنعاودوا الدار البيضاء كيقول لك انتم ما حتى شي تقولوا سكيتش ولا انتم غير هضروا يعني كتعجبو حتى الهضره ديالنا انتم شنو ضافت لكم كوميديا المهم بالنسبه للكوميديا عندها واحد الاضافه كبيره على الثنائي جمال ونور الدين لان الحال كنحسوا براسنا بفضل التجربه المتواضعه اننا محترفين واحد شويه كنا كنلقاو صعوبه في اننا نوجدوا سكتش يعني كنا كنبقاو فيه تقريبا 6 شهور حتى 7 شهور ولكن كنقدم تحيه لمصطفى الهواري وجواد الكرويتي الاساتذه ديال المسرح الكوتش ديالنا في كوميديا دابا الحمد لله ما كنلقاوش صعوبه في اننا نحطوا الهيكل ديال السكتش وما كنجبروش الصعوبه الحمد لله مزيان احنا غادي نسولوا واحد السيد اللي كان تيشتغل في كوميديا كان الانيماتور لو بريزونطاتور برودكتور معنا رشيد الادريسي للاعلام المغربي اهلا بك مساء النور منتظر اهلا ومرحبا بك على ميدي ان لهلا اختيك وكنشكركم بزاف على الاستضافه ديالكم ودابور برافو بور ليميسيون باسكو تعرف سوي فان تبارك الله دونك ديال تو سكو تو في بارك الله فيك نضرب بالاصوات اللي كنت كتسمع في الاذاعه وكنقول يا ربي نولي مذيع ايوا ولكن انت هي ما قلتي من الاصوات مشيتي خدمتي في اصوات ما جيتيش خدمتي في ميديا ايوا خويا اصوات هي اللي زقت بهادي ما ديال الغلط ايوا مرحبا بك نهار تاعي سافا سي تان بليزير دو تافوا كيف عامله طنجة اخي كيف عامله طنجة منوره اليوم لانني اليوم دايرين بيا اربعه حسن ومحسن تتعرفهم حسن ومحسن اللي داروا لو بوز التطوانيين نعم هذه هي باش تعرف بلي راه المستقبل ديال التلفازه ماشي فقط في المغرب بل كذلك حتى على برا هو الانترنت نعم واليوم ولينا كنكتشفوا مواهب كبيره الانترنت وكنحيي حسن ومحسن اللي نانو تبارك الله عليهم هما تيسمعوك شكرا ديال الحوات وداروا واحد لو بوز كبير عند وخصوصا عند الشباب نعم وبطبيعه الحال الضيوف ديالك اللي معك جمال ونور نعم هادو طلعوا لك في الراس ياك اخي راشد اخويا غادي نقول لك واحد القضيه شتي كنسمعكم دابا كنتوا كتكلموا على اللهجه الطنجاويه واش هي اللي جعلت انكم نجحتوا هذا انا كنقول اللهجه الطنجاويه عندها واحد 30% و 70% ديالكم انتما تبارك الله عليكم شكراً ومعرفكم على خطك اسيدي لانه اللهجه الطنجاويه راه كتعرفها هذه راه ملي كنكونوا مريحين انا وياكم ودايوغ لي برودكتور بجوجهم اللي معنا لا ياسين لا رمزي نعم فبجوجهم باش نذكروا المستمعين رمزي وزيزي سي دي زيكس انيماتور كانوا في اذاعات ميدي ان يعني ملي خرجوا ميدي ان بدلوا لا كارير ديالهم ولاو دي برودكتور يعني جمعوا الفلوس ميدي ان وبعد ولاو صرفوهم على الشباب صرفوهم على الشباب ما مشاوش بعيد واحد
تما خويا ما فهمتش. لا باقي لا لا نوجد لكم واحد المفاجاه، باقي ما عمرت الفلوس مزيان لان بروجي كبير. باقي كيجمع خير راشد، باقي كيجمع مازال كيجمع. شادين رجال البلاد. اذا رشيد الادريسي، حسن ومحسن ايزون باي لا شونس انهم يكونوا معك في كوميديا، لانه حسن مرض، محسن ما قدرش يجي بوحدو. في اخبارك هذه القضيه ولا لا؟ ما سمعتكش مزيان، ما تصلش. شنو قلتي لي؟ قلت لك حسن ومحسن ما داروش كوميديا لانه كانوا غيجيو، ولكن حسن مرض ودونك محسن ما قدرش يجي. تظن بانه كانوا حاضرين في كوميديا كانوا غادي يديوها في 2009؟ خويا كوميديا انت كتعرف كاينه لجنه التحكيم، وخصوصا في هذيك الدوره ديال 2009، لانه كوميديا بدات في 2008، الدوره ديال 2009 كانت واحد شويه قاسحه، وهذا الشيء راه عاشوه معنا جمال ونور الدين. نعم. يعني حتى التكهنات ديالنا حنايا ديال الاول اللي كانت عندنا. نعم. كنا مرشحين اسماء وصدقوا اسماء وصدقات اسماء اخرى، هي اللي مشات للنصف النهائي، صدقات اسماء اخرى هي اللي فازت باللقب. هذيك الدوره بالضبط كانوا عندنا 16 فرد. نعم. واحد العفريت ولكن ماشي واحد العفريت كيقدم. لا غير عفرت ماشي باللونغاج ديال سعد الاله بن كيران، مع كل احترام. اخي رشيد حبيبي، 16 فرد واحد العفريت كيقدموا اخي، واحد التمساح كيقدموا. السي رشيد اخي، عشنا معكم لحظات يعني كانت محطه جميله وكبيره يعني بالنسبه لنا في حياه ديال الثنائي، وراه استفدنا منكم بزاف ديال الحوايج بما فيهم الاحترام اللي كان متبادل. للتذكير اللي ما كيعرفوش الناس، انهم ملي كيشوفونا كنقشبوا معاك، كنضحكوا معاك، كنقطعوا الكرافاتا، كنكبوا عليك الماء، كنكبوا عليك الصباغه، كيقولوا والله الحياه ديالنا. ولكن الشيء هذا راه ما كاينش حتى 1% في الحياه ديالنا الشخصيه. نعم. مع مع رشيد يعني كاين واحد الاحترام كبير يعني، حيت هو عطى احترام لراسو يعني. نعم. وكان استاذ ديالنا يعني، كان ملي كي يعني حتى هو كي ديك اللي كاك ولا الحاجه اللي كتضحك، حتى هو عنده واحد اليد فيها. نعم. هو عنده واحد الضحكه سي منتصر، واخا ما تكونش كوميدي ترجع كوميدي صح. نعم. رشيد، لا كاين واحد القضيه منتصر اللي خص، ومزيان ان جمال جبدها ونور الدين كذلك، وهذا هو الحمد لله اللي عطى داك الملحه واحد شويه وداك السر البرنامج كوميدي اللي صراحه انا كنقولها من خلال راديو ميديا ان اليوم، اللي ما فهمناش كلنا ما فهمناش علاش هذاك البرنامج تحبس. نعم. كنا كنضحكوا مع بعضياتنا، ما كنضحكوش على بعضياتنا. نعم. 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 تماما. نعم. هذا هو الفرق حنا فاش كنشوفوا في المجتمع ديالنا، مثلا ملي كنشدوا مثلا في العروبي، ولا كنشدوا في الشرح، ولا كنشدوا في فاس، ولا كنشدوا في المراكشي، كاين واحد شويه ديال الاستهزاء، ولا كتشد بنادم اولا كتضحك عليه. نعم. حنايا من خلال الكوميديا شو، من خلال الخليه ديال الكتابه، ومن خلال العمل ديالنا مجموع. نعم. فكنا دائما كنقولوا كنضحكوا مع بعضياتنا، مع بعضياتنا ما كنضحكوش على بعضياتنا، اون سو موك با. نعم. يعني وزياده على داك الشيء تبارك الله، هذوك الشباب كاملهم كل واحد بروح النكته ديالو، والغنى اللي كان زواون هو انه كانوا وليدات مثلا بحال تيكوتا اللي كنتمنى ليه الشفاء العاجل، كنتمنى له الصحه العاجل، مراكش جمال ونور الدين من الشمال، كان فهمتي باسو من زاكوره، يعني كان عندنا واحد الخليط، واحد الخريطه مغربيه جميله جدا، عطات واحد النكهه ديال هذيك النكهه الكوميديا شو. نعم. بحكم التجربه ديالك وانك اشتغلتي مع هاد الشباب اللي اختاروا الفكاهه، واش سهل انك تشتغل مع فكاهي؟ يعني خلي الفنانين مغنيين او ممثلين، يعني فكاهي واش سهل تشتغل معاهم ولا تحمقوا لك الراس؟ هما كيحمقوا لك الراس ولا بد. هذه في كاع الميادين ماشي فقط في الكوميديا. نعم. لانه كتجي واحد الوقيته اللي بنادم كتكثر عليه واحد شويه الخدمه، وكيبغي غير يستريح واحد شويه بدل ما يعاود يبدا، وكتجيك بوتيت انت في واحد الوقيته اللي انت جاتك هذيك بغيتي تبدا وكنتي مستريح قبل منهم. نعم. وكيوضعوا كيوقعوا بعض النزاعات ولا شي حاجه، ولكن كيبقى هذاك الشيء دائما الا كانوا خلافات او كانوا نزاعات او هذا، كتكون بسيطه بزاف ماشي شي حاجه اللي هي كبيره، وكتكون فقط حب في العمل. نعم. غير باش غير على العمل، باش العمل يزق زواون. رشيد الادريسي. نعم. تبارك الله عليهم هما ككوميديين، لانه حتى في الوقيته مثلا اللي بنادم كيكعى او لا شي حاجه، غير حنايا بيناتنا وريو باش كطلع طرح كيف ما كنقولوا او لا كتنيرفا او لا هذا، كان بعض المرات كيشدونا دي فوغيغ، كيشدنا واحد الضحك جماعي اللي. نعم. وكانت واحد كانت واحد لومبيونس اللي هي عائليه 100%. نعم. والاحترام كيف قال لها قبيله نور الدين،
لانه هذه في اي علاقه انسانيه هذه راك عارفها تبارك الله عليك منتصر اي علاقه انسانيه ما كانش احترام راه ما كاين والو. نعم يعني وكانت واحد الجرعه ديال الاحترام كبيره هي اللي كانت مخليه الحمد لله انه لا من كوميديين ولا من طاقم تقني ولا من منتجين ولا حتى من دوك الناس اللي كانوا هما بسطاء كيجيو مثلا كيخدموا معك في الاستوديو كيسربوا قهوه ولا يسربوا اتاي ولا هذا كنا كنحسوا براسنا بحال مريحين في عائله واحده. نعم اذا رشيد الادريسي بغيت عن النصيحه اللي تعطي انت عطيتي نصائح لجمال ونور الدين اش بغيت تقول لحسن ومحسن لانهم بداوا بدايه موفقه من خلال سكتش الاول ومن بعد مع سكتش الثاني الكورنا شنو النصيحه اللي تقدر تعطيهم؟ هي ماشي نصيحه ولكن غير واحد بحال قلتي واحد كي غادي نقول لها واحد الحاجه يديروها في بالهم وما عمرهم ينساوها الحاجه اللي كتكون مغربيه ومخوده من داك الشيء اللي كيعيشوه المغاربه نعم فكتوصل دغيا. نعم ملي كنبداو كنقلبوا على كيفاش وعلاش وقوه التحليل وقوه هذه ما فين بنادم كيعقرها كيف ما كنقولوا. نعم. ما فين بنادم كيزقلها. نعم. اما الا مشيتي بكل بساطه غير المعيش المغربي ديال اي واحد غير هو واحد ساكن حداك جارك مول الحانوت مول من هذاك الشيء انت كتشوف دابا تبارك الله عليهم جمال ونور الدين علاش محبوبين كيجيبوا لك بعض المرات شي حوايج اللي انت كتقول ملي كتسمعهم كتقول اه والله العظيم الا كاينه. نعم. او كتفكرك شي واحد اللي هو كنعرفهم مجموعين مثلا كيكون يا اما في الانتوراج يا اما في العائله يا اما في الاصدقاء او لا يعني كيعطيوك شخصيات اللي هما قراب منك ما كنمشيوش. نعم. كنبقاو كنقلبوا باش ادوار مركبه ونديروا ديفان واش هادي تفهم ولا ما تفهمش واش الضحك راه ملي كيكون ساهل وكيكون مغربي وكيكون باللهجه ديالنا ما كاينش بحسن منه توصل الميساج. اخر حاجه نقول لك رشيد الادريسي ما بقاوش عندك صحابك شنو جرى؟ ماشي ما بقاوش عندي صحابي غادي باش نذكر المستمعين بانك درتي برنامج ناجح رشيد وصحابه دابا ما بقاوش عندك صحاب وليتي احنا صحابك سي رشيد. لا ماشي ما بقاوش عندي صحاب. البرنامج الا بغيت تقول درت له واحد نقطه فاصله وموقفه لحد الان. علاش؟ لانه اولا راه كتعرف ان الميدان الفني عندنا في المغرب ما كاين. الا جيتي دير برنامج اسبوعي وكنظن انك حتى انت راك جيتي تعيشها واحد شويه من خلال برنامج موزايك. نعم. فدغيا الاسماء كيبداو كيتقاداو هذه الاولانيه. وثانيا ما كاينش انتاجات على طول السنه فمثلا. نعم. كيف اذا لاحظتي معي واحد القضيه هي في لا رونتري في هذه لا رونتري هذه مثلا في اكتوبر جميع الفنانات قريبا وخصوصا هاد الفنانين الشباب كلهم خرجوا لي البوم ديالهم. نعم. يعني سير تسنى عاوتاني واحد عام ونص ولا عامين بعد ما يخرجوا لك عاوتاني البوم. نعم. وحنا دائما اننا حريصين اننا نعطيو للمستمع الجديد فواحد الساعه كتلقى راسك بحال وليت كدور في واحد الحلقه. نعم. مغلقه. نعم نعم. دخلت حاجه اخرى اللي هي اللي كناخذ منها بزاف ديال الحوايج كذلك لانه المجتمع ديالنا عنده بزاف ديال المشاكل ديالو كاين الناس كذلك اللي بغاو يفرغوا هذوك المشاكل ديالهم عبر الاذاعات وكنعرفوا انه كاين اليوم بزاف ديال الاذاعات اللي هي خاصه واصوات غاديه في هذا النهج هذه حتى هي وكنستمعوا كذلك المشاكل ديال المستمعين. كنت كنتسناهم يزيدوني في الخطوط صح يزيدوني في السوايع ديال الخدمه. الله يكمل الله يزيد ويبارك. كانت عندي ساعتين ذاك العام ولات عندي ثلاث سوايع هذا العام. الله يزيد ويبارك. تجربه زوينه وكندوق عمل اذاعي من شكل اخر. نعم. وبنادم راك عارفه منتصر هو اللي يحرط ريب دخول يجرب كل شيء لانه. نعم. العمل الاذاعي راه ما فيش غير تخصص واحد او شي حاجه. نعم. تبارك الله عليك وسيرك درتي الموسيقى درتي كذلك استجوابات مع فنانين عالميين وعرب درتي بزاف ديال الحوايج السينما عاوتاني من خلال المزيك عاوتاني غادي نعتزل مورا سيزون 2 غنعتزل. لا لا راه اكثر من 20 عام في الاذاعه 20 ans de radio. تبارك الله. شكرا رشيد الادريسي شاركتي معنا في هذا اللقاء الخاص من خلال برنامج موزايك مستمعينا الكرام ونحن يوم الثلاثاء مع حسن ومحسن وجمال ونور الدين. اذا غنديروا معكم وقفه وعاوتاني نقربوا للمستمعين نديروا ميدلي ديال جمال ونور الدين جمال ونور الدين في سكتش صغير ونرجعوا لكم بقاو معنا مستمعينا الكرام. واخا تقول من هنا يسمعوك سوق الاربع الكلام هو اللي جبتكي. شوف انا ما عنديش اعتراض والحمد لله بحال كل مغاربه كنموت على اللهجات ديالنا كاملين. ثقه في الله. وبلاتي واحد القضيه اخرى ماشي هذا الاختلاف ديال اللهجات راه في الصالح ديالنا والله العظيم
بعد المغرب عنده شي حاجه بعدا كيفتخر بها لهجه ولهجه ولهجه، وكاين كاين الهوايه ديالو هو يعني يفهم هاد اللهجات كاملين، لان الهوايه 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 سبحان الله كل واحد والهوايه ديالو. بحال دابا مثلا انا الهوايه ديالي المطالعه. المطالعه واش المطالعه هوايه؟ يعني ملي كنتي في المدرسه كنتي غهاوي، راه واجب عليك خصك تطلع ابو راس. لا صاحبي المطالعه صاحبي ماشي في المدرسه. المطالعه كنطلع بساطم. لا 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 راه حتى هذيك ماشي هوايه، راه ولات مهنه هي والسعايه. كاين الهوايه ديالو المشي وما تمشي غير فيما مشاك الله. كاين الهوايه ديالو الرحلات. كاين الهوايه ديالو الصفر. كاين الهوايه ديالو الحمر. حاشاك. لافيتي دو موزايك من طنجة جمال ونور الدين ومن تطوان حسن ومحسن، واكيد هذا اللقاء الشيق غادي نواصلوا معكم بعد قليل. مستمعينا الكرام نتلاقاو بعدا موجز الرابعه وراجعين لكم معه.